فعلتها المقاومة ورمت بالكرة في ملعب الاحتلال، فهل ستخضع تل أبيب وتستجيب لضغط الشارع الإسرائيلي وتتم صفقة التهدئة مع حماس، أم أنها سترفض وتطيل أمد الحرب ويصل نتنياهو إلى طريق مسدود؟ بعد ساعات قليلة من إعلان حماس موقفها، عجت شوارع تل أبيب وحيفا بآلاف الإسرائيليين الذين خرجوا للتعبير عن سعادتهم بموافقة حماس على بنود الصفقة التي تنص في مرحلتها الثانية على عودة المحتجزين الإسرائيليين إلى أهاليهم. ضخامة المسيرات المؤيدة لقرار حماس كتبت عنها صحيفة يدعوت أحرنوت قائلة إن المحتجون أغلقوا شارع أيالون السريع في تل أبيب وطريق بيغن حيث مقر وزارة الدفاع ورددوا هتافات كلهم الآن، أي إطلاق سراح جميع المحتجزين ولن نتخلى عنهم. لكن يبدو أن هذه الشعارات أثارت حفيظة سلطات الاحتلال التي لطالما اتهمت بعرقلة سير المفاوضات، فدخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الخط وأصدر بيانا قال فيه إن مقترح الهدنة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه حركة حماس بعيد كل البعد عن تلبية متطلبات إسرائيل. وهنا انقلبت الموازين في شوارع تل أبيب وحيفا، وتحولت غبطة المتجمهرين إلى غم وأسى تخللته صرخات المشاركين بعد أن تعرضت لهم الشرطة الإسرائيلية مستخدمة هراوات والمياه العادمة وتفريقهم ومنعهم من ترديد شعارات مناهضة لنتنياهو، واعتقلت عددا منهم كما ستشاهدون في هذا الفيديو. ورغم لجوء الشرطة إلى استخدام العنف ضد أهالي الأسرى والجنود القتلى في غزة، فإن المحتجين تحدوا الأجهزة الأمنية وواصلوا التجمر في الميادين العامة غير آمهين بقمع الشرطة، وهدد بعضهم بحرق البلاد إذا امتنعت تل أبيب عن إتمام الصفقة كما جاء على لسان والدة أسير إسرائيلي. ومع أن مشهد ضرب وسحل المتظاهرين الإسرائيليين ليس بجديد في تل أبيب، فإن مشهد الشارع الملتهب في إسرائيل أثار امتعاض وزير الأمن الإسرائيلي إيتمان بن كفير، ونشر تغريدة قال فيها إن تمارين وألاعيب حماس ليس لها سوى إجابة واحدة، الأمر الفوري لاحتلال رفح وزيادة الضغط العسكري حتى هزيمة حماس. أما إذاعة الجيش فنقلت عن مسؤولين أمنيين قولهما أن الاستعدادات للعمليات العسكرية في رفح مستمرة كما هو مخطط لها ولا تغيير في المخططات. لكن يبدو أن المشهد الإسرائيلي بات أكثر تعقيدا بإعلان حماس وقف العمليات العسكرية في غزة في نفس الوقت الذي شرع فيه الاحتلال باجتياح رفح. مراقبو الشأن الإسرائيلي قالوا أن حالة التخبط والارتباك التي تعيشها تل أبيب وعمق الشرخ السياسي في البنية الحزبية الإسرائيلية والتباين الداخلي في المواقف من سير الحرب على غزة جلها أمور دفعت نتنياهو للإسراع باجتياح رفح، علّه يخرج بنتيجة قد تبقيه على كرسي رئاسة الوزراء لمدة أطول. صحيفة هارتس أشارت بدورها إلى أن نتنياهو يحاول التقليل من الإنجاز الاستراتيجي الذي حققته حماس بقبول مقترح التهدئة، ولكي لا يترسخ الانطباع داخل المجتمع الدولي بأن إسرائيل تعرقل مفاوضات التهدئة وترفض وقف إطلاق النار، وافقت على إرسال الوفد الإسرائيلي للجلوس إلى مائدة المفاوضات. لنستطلع مشاهدينا ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه المواقف المستجدة. عبد السلام تراوني كتب: فوضى عارمة عمدة الأبيب بموافقة المقاومة على مقترح وقف إطلاق النار،
الناس ملأوا الشوارع وكأنهم سيلتقون بالمحتجزين الليلة قبل الغد، هذا كله يعني أن المقاومة وضعت الكرة في ملعب الكيان، ويعني أيضا وضع نتنياهو في زاوية حرجة إن لم يستطع الإفلات منها فإن مصيره سيكون السقوط ومواجهة السجن. مجاهد شرايطي كتب أفلام للصحافة والإعلام، عصابة قطاع طرق وقتلة لا يرمش لهم جفن، وحتى إن خرجوا فهي لمصلحة أسراهم وليظهروا أعدادهم وعتادهم. وأردفت عائشة السيد قائلة: مستوطنون يشعلون نيران ويغلقون شارع بكن في تل أبيب بكلا الاتجاهين للمطالبة بعقد صفقة تبادل بعد موافقة حماس على وقف إطلاق النار، وطبعا لو ربنا تممها بألف خير وحصلت إن شاء الله هتبقى بداية نهاية نتنياهو. أما جيهان مسعود فأضافت: عدم وقف إطلاق النار يعني عرقلة نتنياهو للمفاوضات وأنه يريد قتل الرهائن لمصلحته الشخصية.